يمكن زي ما قلت يا كابتن يعني الجماهير الأهلوية حاجة تانية. علاقتك إيه بالجماهير السوشيال ميديا؟ يعني مهتم بالموضوع ده شوية؟ كومنتس إيه؟ والله بصي أنا كنت مهتم تقريبا من 3-4 سنين كنت مهتم قوي يعني بالسوشيال ميديا، لكن بقيت ما يعني مش بقرأ كومنتات أو حاجة، ما بشوفش آراء الناس بس بالإيجاب أو بالسلب، يعني لان ده ممكن ياثر عليا، يعني لو بالسلب ممكن ياثر عليا ان انا مستواي وحش مستواي ينزل اكتر، لو مستواي لو حتى بالايجاب ممكن ان انا احس ان انا لا ده انا بقيت كويس فمستواي ينزل. لا فما بحبش ابص حتى بالايجاب والسلب، دايما الشغل بتاعي في الملعب والمدير الفني هو اللي بيقول لي، يعني بيقول لي شغلك الايجابي او السلبي، انت لا انت عملت حاجه صح عملت حاجه غلط، فهو دوت انا باخد تعليماتي من المدير الفني. فلا يعني مش متابع جدا، يعني متابع طبعا للسوشيال ميديا، ممكن احط صور على الانستجرام، ممكن اكتب تويتر مثلا على تويتر، لكن لا يعني ما ببصش على كومنتات كتير يعني. طيب عمرك مسحت مثلا تعليق ضايقك او حاجه؟ مسحت يعني مسحت طبعا يعني مسحت اكتر من مره تعليقات ما بتبقاش ظريفه يعني، او بعمل بلوك على طول يعني. بتعمل بلوك على طول؟ على طول. تعليق كان تعليق على ادائك في الملعب لا لا ولا لا مش حاجه؟ على ادائي لا. لو حد محترم ايام ما كنت متابع لا دلوقتي مش متابع يعني، حتى ما بشوفش الكومنتات يعني، لو صحابي بيكتبوا لي كومنتات او حاجه ابقى برد عليهم وخلاص، لكن قبل كده يعني قبل كده مثلا تقريبا من 2 أو 3 سنين كنت بعمل كده، كنت ممكن اعمل بلوك للواحد كاتب لي كومنت وحش، مش يعني بيتكلم باسلوب كويس انك مثلا مستواك محتاج تظبط في كذا او كذا، لا يعني لكن واحد لا بيقول كلام ما ينفعش يتقال او من وجهة نظري انا يعني. الاسلوب ما ينفعش يتقال، فانا لا ما اقبلش بده يعني.